بقالة الأصحاب الموسم الرابع ومباراة قوية ومتكافئة وصعبة جدا في دور الثمانية. هي الحقيقة في دور الثمانية، ولكن في حقيقة الأمر هو مباراة نهائية صعبة جدا. النتيجة تعادل 40 كوميكس 40 جلادييترز، وجلادييترز عندنا تغيير، ساهر السمري نزل مكان مصطفى طه. ازيك يا ساهر؟ ازي حضرتك؟ متابعك انا وانت قاعد على كرسي الاحتياطي بتبيض وبعدين وشك بيحمر. الماتش صعب جدا جدا، ماتش صعب فعلا، كان الله في عونكم. يعني احنا كنا متوقعين صعوبته كده كده يعني. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه، فقره المعرفه، اربع اسئله، معلومات عامه، رياضه، تكنولوجيا، وقدرات ذهنيه. اول اثنين ساهر ومريم، مريم وساهر، معلومات عامة. والسؤال هو: صفية الأباني هي أول سيدة تتولى إحدى النقابات بمصر، فما هي؟ تولت المنصب 2020، وكانت أول عميدة لكلية بجامعة حلوان. الفن التشكيلي؟ الفن التشكيلي؟ غريبة جدا، إجابة صحيحة. برافو عليكي، سؤال صعب جدا يا مريم، احتاجتي تركزي، برافو عليكي. كانت أول عميدة لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. 10 نقاط لفريق كوميكس، كوميكس 50، جلادييترز 40، أحمد أبو ضيف وعمر الأباني، عمر وأبو ضيف. رياضة، والسؤال هو: من هو حارس المرمى الوحيد الذي تم طرده بنهائي دوري أبطال أوروبا الكرة؟ ينزل إمام، ينزل إمام، ينزل إمام، ينزل إمام، أرسنال برشلونة. والحمد لله يعني الحمد. كان حارس مرمى ايه؟ ارسنال ده برشلونه اكيد. استاذ ساير اتفرج على الماتش ده، اكبر مشجع لارسنال اعرفه في حياتي عموما. ان شاء الله. طب مين اللي جاب جون ارسنال؟ لا ما كنتش عايش هنا عادي. ال10 نقط هو كسبوا لحد الدقيقه 75، بعد كده بقى اخذوا دوري ابطال لحد مين يا ساير؟ سول كامبل مدافع الدقيقه 72 هم تعادلوا. ومين اللي جاب جونين برشلونه؟ الجون الاول جولينو بليتي، ده الجون الثاني صامويل ايتو. الجون الاول، الاول ايتو، والحارس كان يانس ليمان المونيا بعد طرد ليمان وهو سبب الهزيمة. عمر أباني، إجابة صحيحة. 10 نقاط، كوميك 60، 40 جلادييترز، تغريد وميرنا، ميرنا وتغريد، تكنولوجيا. والسؤال هو: كيروبو هو أول روبوت ناطق في الفضاء صنعته إحدى الدول الأسيوية، فما هي؟ كوروبو، يابان. اليابان. طب اسمع مني معلومة، استعجلة ليه؟ إن شاء الله صح. إجابة صحيحة. أغسطس 2013 طلع على ارتفاع 300 كيلومتر فوق مستوى سطح الأرض. ميرنا محسن، 10 نقاط، 70 كوميكس، جلادييترز مفيش ولا سؤال تجاوب في الفقرة التانية. خلي بالكم، فرح ومرزوق، مرزوق وفرح، قدرات ذهنية. والسؤال هو: حل مسألة الآتية، 688 على 4 زائد 88 في 8 يساوي كام؟ 876. 876 ده صحيح؟ 876 صح؟ محمد محمود، إجابة صحيحة. برافو عليك، مستواك اتحسن قوي في إجابات أسئلة القدرات الذهنية. الحمد لله، واضح إنك اتدربت. أستاذ محمود ساعدني كتير.
محمود الجعفري طبعا استاذك ساعدك كتير وعلمك كتير ما شاء الله. لا حصل طفره في مستواك واضحه الحمد لله. يعني مش هقدر اقول انك هتنافس لا لا صعب محمد حسن مرسي ولكن صعب صعب. لا وايمن بحر ولكن لا. انت مستواك فعلا برافو عليك فعلا مفاجاه. يعني هما الاثنين محمد حسن مرسي وايمن بحر قاعدين وبيسقفوا لك فعلا برافو عليك. 80 كوميكس 40 جلاديترز. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة فقرة ألف نون. ألف نون فقرة الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. هنعتمد على السرعة. سينما ومسرح والسؤال هو من هو مخرج فيلم The Departed؟ ساهر برافو عليك خضفت البصر هارضك يا عمر. تمام استنوا بقى ستيفن سبيلبرغ. لا غلط غلط هو ده اللي هقوله. لا معلش يا نهار ابيض خساره يا ساهر. ده انا قلت برافو عليك خطفت البزر. اجابه خاطئه. مارتن سكورسيزي. مارتن سكورسيزي. عمر اجابه صحيحه ما شاء الله. ده كسب جايزه الاوسكار عن الفيلم ده وخد البافتا على فيلم تاني وهي دي المره الوحيده اللي كسبها. والفيلم ده واخد 8.5 على IMDb. هارد لك يا ساهر معلش هارد لك معلش. 90 كوميكس 40 جلاديترز. أغاني موسيقى والسؤال هو من هو مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل سفاح الجيزة؟ محدش يتكلم بس كده. لا لا إجابة خاطئة. لا غلط خلاص انت مجاوبتش. لا غلط غلط تدوس على البازر وما جاوبتش. في اجابه ولا فيش اجابه؟ اخراج هادي الباجوري. تغريد اجابتك سريهاني. غلط غلط الويلي. كريم جابر الويلي. الويلي الويلي كريم جابر. هارد لك يا تغريد اجابه خاطئه. خطفت البازر على الفاضي. الاسئله دي مش سهله. لا لا انا كنت عارفه بس في بتاع الغرفه 207 دخلوا في بعض. مش دايما السرعه صح. عادي 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 مش دايما. خير 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 تمام. طبعا الإجابة الصحيحة الويلي اسمه كريم جابر. هو لقب الويلي كريم جابر صح يا عمر. عمر كان هيتجنن. بحبه قوي برضه بحبه قوي يعني. بس شفت قانون العباقرة مهم ازاي؟ دوست على البازر والإجابة عندهم هما الاثنين محدش قادر ينطق. هو ده القانون مفيش هزار يعني. 90 كوميكس 40 جلاديترز. السؤال اللي جاي لوحات ومعالم والسؤال هو في أي دولة عربية يقع الموقع الأثري وليلي؟ فرح يا جماعة يا جماعة والله الأسئلة صعبة. إجابتك في الأردن. لا لا فرح إجابة خاطئة. موقع التراث عالمي لليونسكو من 97 بيزورها أكتر من 200 ألف سائح سنوياً وبيعود أصلها للقرن الثالث قبل الميلاد. إجابتك جزائر. المغرب. أيوة المغرب. عادي 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 أيوة عادي 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 هاردك يا ميرنا. الحاجات بتقف على سنة بسيطة كده الصبح بعدين. أيوة هي شفت انت قلت الجزائر بس احنا بقينا بنقول إيه في أي دولة عربية. يعني لو بنتكلم لو بنتكلم في أي موسم تاني هنقول شمال إفريقيا. معاكو بقينا بنقول دولة عربية خلاص. ميرنا هارد لك مش الجزائر هي المغرب فعلا. إجابة خاطئة. أول من استوطنها الكارتاجيون. السؤال اللي جاي محتاج تركيز عالي جدا وسؤال سهل جدا. سرعة البديهة والسؤال هو إذا كان اليوم هو الموافق 16 يوليو فماذا يكون الشهر بعد مرور 250 يوم؟ هيبقى شهر إيه؟
16 يوليو بعد 250 يوم هيبقى شهر ايه؟ مارس. اجابه صحيحه، برافو عليك. برافو عليك، انت بقيت مركز في اسئله سرعه البديع قوي. ما هو 8/3 على 240 يوم. برافو عليك، برافو عليك يا ابو ضيف، برافو عليك. تلات اسئله ما تجاوبوش في الحلقه لحد دلوقتي. جلاديترز 50 90 كوميكس. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 60 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 140 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري الداعم الأكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.